أكيد هذا هو. فكر إذا إجا حكاني كلمتين برضى فشر، أنا رح فرجي من هي نور. من قلة النوم انخطف لوني، معقول يشوفني وأنا هيك؟ ما قلت لك ما بدي اشوف حدا؟ ايه بس هو عم يستناكي برا ومصر مصر ما يمشي من هون قبل ما يحاكيكي. طيب كرمالك انتي بس. شو عم تعملي؟ شو عم تساوي؟ كل شيء، عم ظبط حالي. مو قلتي لي بدي اشوفني؟ بدي اياه للاستاذ وقال يندب على الساعه اللي تركني فيها، قديش هو كان غبي. قديش مين جاب سيرة وائل؟ مو هلا قلتي لي بدي يشوفني وعم يستناني برا؟ لك انا ما عم بحكي عن وائل. لكن عن مين؟ عم بحكي عن قدري، عم يستناكي برا. استلقي وعدك، قال بده يحكي معك موضوع كتير خاص وشخصي. يا سينور، أنا قلت بعمل واجبي وبجي بخبرك، لأنه ما بسوى نسكت على هيك فصل ناقص. إذا دريت خالته فريدة إنه أنا دريت بالقصة وما جيت خبرتك وعملت واجبي، والله لا تزعل مني ماكن، لا تخملي إنه هي ولدنت حرام مني. بعدين أنا والأنسة هزار تفاجأنا كتير كتير بتصرف الأستاذ وائل. شكراً أستاذ أدري يعني، بس أنا عندي فكرة عن الموضوع. الله يسامحه الأستاذ وائل على الفصل الناقص. حدا ببدل غزلان وبقرود؟ لك حدا ببدل هيك وردة مفتحة مثل شقة اللفت بصبارة؟ يا عيب الشوم عليه. شوفي أنا من أول ما بركت وأنا عبراب وعب بطلع عليه إيش عبساوي، شلون عبتغمى وشلون عبسبل عيونه. أنا بالأول ما عرفته خطيبك، بس الآنسة هزار عرفته وقالت لي هذا هو خطيبة لنور. قمت وبهدلت لك يا إيش بهدلي، كنت أبزق بوجهه كمان. بس إيش الفايدة؟ الظاهر إنه متعلق بالمخلوقة كتير. على العموم شكراً لكم. إيش بدك تساوي معه أنسة نور؟ أكيد ما بقى ترجع له بعد ما ساوى كرامته بالأرض. ما معك حق. مو مزبوط عم بحكي من جيراننا سميحة. أف. إيش بهاي رفيقتكم نور انتترت وحردت؟ إيش حكينا ليش؟ فهو ما عم بحكي لمصلحتي أنا؟ لا هي إذا أخلاقها صعبة هيك حق معه هذا خطيبة وائل يبصبص لبرا، رجال ما بتحب النكاد. ومعك حق. ما؟ مظبوط. ايش في؟ قصة؟ ايش حكينا؟ يعني ما بسوى الواحد يحكي الصراحة؟ لا بالعكس قدقد، ايه ما في أحلى من الصراحة. ايش يا قدقد؟ أستاذ قدري، والله ما ناقص غير تشرقي معي مخلوطة وعدس بحامض.